السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلامة. بعد المقابلة اللي عملناها الأخيرة مع السيدة هاجر واللي تكلمت من كل قلبها عن الوضع اللي هي تعيش فيه، وكما تعرفوا في آخر الفيديو يعني وقعت يعني مشكلة صغيرة جدا، إن زوجها جاء واضطرينا باش نوقف، وإحنا كملنا على كل حال المقابلة وانقطع الاتصال مع هاجر مدة تقريبا 3 أيام وتقلقنا عليها. وخلال هذه الفترة في الحقيقة أنا بهرت أنه معناتها تلقيت يعني كثير من الاتصالات من أشخاص يعيشوا نفس الوضع متاع هاجر، و يسألوا كيفاش يمكنوا يتصلوا بها، وأنا طبعا قلت لهم أنا ما زلت ما اتصلتش بيا، وبقينا في الحقيقة كنا متقلقين، وياسر أشخاص معناتها تفاعلوا مع المشكلة متاعها، ومعناتها قالوا معناتها كيفاش هذا الوضع يعني يمكن أن يكون. وهي معناتها أمور توقع في كل العائلات بصفة عامة، والمشكل الكبير اللي نعانيه منه احنا ما يسمى بين قوسين العالم الاسلامي، اننا فهمت لا نريد ان نضع اصبعنا على الجرح ولا نريد ان نتكلم، رغم ان الكلام والتعبير فهمت هو الحل، ليس الهروب او الاخفاء او السكوت، لان كما يقال معناتها الخوف من الشيء أخطر وأعظم من الوقوع فيه. خلينا نتكلم ونعبره. احنا المشكلة اللي الإسلام علمنا باش نصبره، خاصة معناتها خاصة للمرأة انها لازمها تسكت وما تتكلمش. بعد 3 أيام تقريبا اتصلت بي هاجر وطلبت مني اني احذف الفيديو. قلت لها علاش؟ قالت لي على خاطر معناتها الوضع متاعها تحسن، وبعد ما جاء زوجها فهمته الحكاية وقالت له معناتها راهو أنا معناتها نحب نعبر، وعبرت معناتها بطريقتي وعطاته معناتها الفيديو وسمعه وترجمته له بالإنجليزية وتفهم الوضع متاعها، وقال لها اللي حتى هو بيده ضحية. وهذا اللي باش نحاولوا باش نعرفوه في المقابلة هذه الثانية، خاطر هي قالت لي نحذف الفيديو. قلت لها علاش نحذف الفيديو؟ الفيديو هو ماهوش حالة شخصية ليك انت يا هاجر، راهو مسألة الفيديو هو الحديث أو التفكير أو الكلام بصوت عالي، نجم نقولوا المئات فهمت أو الآلاف من الأشخاص اللي يعيشوا نفس الوضع متاعها، وإحنا من خلال هذه الفيديو نحب نقول لهم راهو السكوت ليس الحل، بل يجب فهمت أن نعبروا. علاش؟ على خاطر فما كثير من الأشخاص حتى من الرجال فهمت ولا النساء فهمت ما عندهمش وعي، ما همش عارفين اللي هما قاعدين يضروا في الآخر. فما تصرفات علمها لنا الإسلام تعتبر بديهية، ولكن في الحقيقة هي تضر الآخر وتخلي الآخر يعيش في عذاب. هذاك علاش الحل هو النقاش، الكلام، ووضع كيما نقولوا إصبع على الجرح، وكيما نقولوا بالتونسي كي واحد يكون عنده دمالة لازم يفقحها. المهم واقتنعت يعني السيدة هاجر إنها تعاود تعمل معنا فيديو ثاني باش نحاولوا نتفهموا كيفاش معناتها زوجها معناتها فهم اللي هي تعاني فيه وأبحلها بأشياء هو في داخله. إذن أهلا وسهلا السيدة هاجر ومرحبا بك. عسلامة كريم. عسلامة. شنو أحوالك؟ لباسة؟ لباسة، هذا أمور باهية. المهم أنا نحب نقول للعباد راهو الهروب من الواقع هو اشطر المشكلة، معناها فهمت؟ لازم احنا ما نهربوش من الواقع ونواجهوه،
ومن بعد لي كونسيكونس اللي باش يصيروا مش اكثر من لي كونسيكونس اللي احنا عايشينهم. معناها النتائج الخايبه مش نجم تكون اكثر من اللي احنا عايشينه. على الاقل الواحد يرتاح نفسيا ويكون معناتها امام المسؤوليه. تواجه ولازم برشا عباد يواجهوا. وانا نحب نقول كي تلقى انسان مسلم هو بيدو ضحيه خاطره ما يعرفش، ضحيه لانه ما يعرفش بالحق. انا كنت ما نعرفش، انت كنت ما تعرفش، راس الغول بيدو كان ما يعرفش، فهمت؟ برشا كانوا ما يعرفوش وعارفوا الحقيقه، هو كيفهم توا هو في الحاله اللي هو ما يعرفش. تنجمش معناتها تحكي لنا معناتها كيفاش معناتها في الاول هو ردت الفعل نتاعو يعني اللي احنا شفناها في اخر الفيديو السابقة، وكيفاش تمت معناتها العملية باش انت حكيت معاه وفهمته معناتها وهو تقبل معناتها منك وفهم الوضع اللي انت تعيش فيه؟ هو انا عطيته آية في القرآن وقاتل ودرجني، قال هذيك وين عطيته له بالانجليزية، قلت له ايش قولك في الكلام هذايا؟ قال لي منجم يقول الكلام هذايا كان انسان مجرم. قلت له انت سمي لي، قال لي يكون هتلر يكون اي واحد معناها متبعوش يقول الكلام هذا. قلت له واش قولك هذه سوره في القران؟ قال لي نتحداك. جبت له انا وقلت له هذه معناها هاي سوره في القران. وزدت انا قلت له راهو الرجم موجود في الدين يعني. وانا قلت له راني انا مش خليت على خاطر انا معناها انا نحب نبعد وانا نتحدى وانا معناها كما يقولوا برشا عباد الناس اللي بعدوا على الاسلام هما ناس يلوجوا على الحريه ويلوجوا باش هاي وحده تصوحب ولا الوحده تمشي ولا واحد يسكر ولا. نحب نقول لهم راي مش هذيك، انا كانت عندي بوسيبيليتي باش نخون راجلي، انا ما خنتوش جمله، وانت تعرف كريم اللي انا نحكي لك فيه. نعم انا خنت وراني معناها عملت كما برشا عباد ما خنتوش، وهو يعرف الشيء هذايا. قلت له ليه؟ قلت له راه هو العكس بالضبط. قلت له الناس اللي خلاه الدين ناس ضد الرجم، ناس ضد القتل، ناس ضد، قلت له حتى انه الزنا عنده مفهوم اخر عندي انا. قلت له الزنا مش انه واحده تمشي مع واحد، قلت له الزنا انك انت تعطي بدنك الانسان ما تحبوش بالفعل. وهو معناه كي وريته الرجم هو كان في باله اللي الرجم كان موجود قبل الاسلام، والاسلام جي نحاها يعني من الخريطه. هو بيان سور انسان مولود في بريطانيا، بوهم ومولودين في بريطانيا، يعني ما يعرف حتى شيء على العالم الاسلامي تنجم تقول، واللغه العربيه ما يتقنهاش. ما يعرفش يعني العربيه يعني. بيان سور ينجم يكون كان الانجليزيه يحكي، يعني ينجم يكون ضحيه اكثر من التوانسه اللي يفهموا شويه على الاقل، عندهم امكانيه انه بركه يقرا باش يدارك الامر، هو ما كانش عنده البوسيبيليتي هذه. يعني هو ماخذ الاسلام على معناتها كيما نقولوا احنا تقليديا فقط، وهو بيدو هو بيدو يعني خايف من عائلته، خايف من المجتمع اللي هو فيه، يعني لازم يعمل كيفهم، كانش يعتبر يعني كافر، حتى هو معناتها خايف من هذا الشيء. هو عبر لك، هل هو عبر لك معناتها اللي هو زاد يحس اللي فما حاجه سبابا، فما حاجه مش عاديه، فهمت، في التصرفات نتاع اللي حوله ولا التصرفات العائله نتاعو؟ هو قال اللي هو معناها بالحب ما يحبش يخسرهم، معناها حبه ليهم ما يخليش يخسرهم، حتى كانهم ماشيين في الثنية ذيك. قال لي مثلا كيفاش انت باش تنجم تفسر لهم راهم الاف وراهو عباد معناها بالملايين قاعدين يمنوا قاعدين بالطريقه هذيك الجاهله، معناها كيفاش انسان باش ينجم يفسر لهم مش يعتبر تمرد وتحدي؟ وهو بالنسبه لي مش مستعد باش يفسر، جوست مستعد باش مثلا يصلح حياته هو الشخصيه. ولكن هو مقتنع اللي هو لازم حياته تتصلح، عنده اقتناع. هو قال كي نعيش انا كما كنت قبل نسمى مصلح، معناه في بالي اللي تسامح ودرجنيه وحب وما الى غير ذلك. فقال هاني عرفت، اما ما نحبش نمشي للبوا اكثر باش في العمر هذايا نبدا في تساؤلات وفي درشنيه ومعناها ونمشي في ثنيه اللي حتى يخسر امه ولا دارهم، وهو مش مستعد باش يخسر يعني العائله نتاعو. يعني هو معناتها كيما نقولوا احنا يقبل الواقع ويستسلم للواقع على خاطر ما يحبش يخسر كما نقولوا احنا عائلته ولا الاصدقاء نتاعو ولا المنطقه اللي هو موجود فيها. ولكن هوني بالنسبه للعلاقه معك انت اللي هو معناتها ظاهر معناتها عندما
أباح لك بهذه الأشياء إنه يعني يحبك، يعني هذا لا نقاش فيها يعني نظن. هو بيان سور هو المشكلة الوحيدة اللي ما يحبش يخسرني على فازات أكثر من الفاز اللي قلت لك عليها، اللي معناها هو باش يعالج على الشيء ذاك أكثر، اللي صادقة مع روحي أنا نقول، فهمت؟ أنا نقول له مثلا راني خرجت الأسباب هكا وهكا، هو حتى إنه تبع حياتي، فهمت؟ قال ما اللي بالحق أنا معناه منيش اللوج على الحرية من منظور إنك تلبس، وإنك على فكرة أنا فما مرة في الخدمة عاملين احتفال، فهمت؟ قالوا لي هاو عاد أنت مك، قلت خرجت من الإسلام ودرجنيها واحدة صاحبتي، هاو أشرب شراب وعمل، قلت لها جستمو أنا منيش باش نشرب باش نبين لك أنت وأمثالك اللي أنا راهو ما خرجتش باش نتحدى الثقافة الاجتماعية، خرجت الحاجات خايبي بو الحاجات البهين مثلا كيما هكاكا ولا شرب، بالنسبة لي هو مش خايب الشرب، أما كم ضرر للصحة وأنا ما جربتوش قبل، فمش مستعدة باش نجرب وتحدي للمجتمع. أنا قلت لها ما نحبش نتحدى المجتمع راهو، يعني ما عندكش قناعة، يعني كان جات عندك قناعة باش تشرب راك شربت، ما دام ما عندكش قناعة ما عندكش قناعة، ماكش مجبور باش تشرب. باش يصلح لي حياتي معناها باش يخرج باش يرجع الامور تتريقل، لا الهدف مش الهدف انك انت باش تتحدى الثقافة التونسية ولا الثقافة الاجتماعية، هذا اللي نحب نقوله، الهدف انك باش تتحدى الجرائم الاجتماعية. والهدف زاد معناتها الانسان وقتها يخرج من الاسلام في الحقيقه يولي يعمل اللي يحبه هو، مش يعني لازم يعمل حاجه ما يحبهاش هو غير على خاطر باش يخالف الاسلام، بيان سور يخالف المجتمع هو، واللي يحبه هو باش يكون انساني اكثر، شيء طبيعي. انا على فكره راهو لازمك لازم العباد يفهموا اللي فما لهنا ملحدين ما همش فاهمين الدين، ملحد لديني لأنه بوه ولا أمه ما علمتوش الدين، وهذاك أدهى من غيره، أشوم من غير أشوم من اللي مسلمين توا معني. كيفاش أشوم من المسلمين؟ يعني تقصد أنت على اللي من الجالية الإسلامية ولا من البريطانيين نفسهم؟ البريطانيين نفسهم وغير البريطانيين من أوروبا بكلها معناها، ويخدموا معايا وأنا نعرفهم، نسأل أنا ساعات نبدأ هكا ماني شوكي من الدين، نسأل نقول أنت شنو دينك ترى معناها هكا نحب نعرف، يقولوا لي أنا ما عنديش دين لا دينية، نقولها سيبيان معناها كيفاش أنت معناها خرجت ولا شنو، تقول لي لا مثلا راني أنا بابا وأمي عمرهم ما علموني حتى حاجة على الدين، وتبدا هي اللي حياتها اللي عايشتها صنقو، مش عارفه علاش مثلا بنيه مسحبه بنيه، ماهيش على خاطرها لزبيان ولا على خاطرها في طبيعتها شيء ذاك، تقول لي فش نموذة يعني يعملوا في حاجات حتى هما ما همش فايقين بهم، جوستومون هما يعملوا في حاجات هما مش فايقين بهم، هما هذوكم ينجموا يدوسوا عليك بطريقه غير عاديه وهما مش فاهمين علاش. يعني ما انت حبيت نفهم الكلام بتاعك، يعني المشكلة مش انك تخرج من الدين او تخرج، الاهم هو انك تفكر وتكون واعية باللي تعمل فيه وما تتبعش والديك، معناتها سواء معناتها كانوا مسلمين او مسيحيين او لا دينيين او حتى ملحدين، هذا يتوقع، انا نعرف بعض الاشخاص تلقاه والديه معناتها ملحدين وهو تلقاه مثلا ملحد وما هوش فاهم حتى شيء، فهمت؟ يعني تلقاه معناتها عايش بلاش هدف بلاش احاسيس انسانيه، ما يسمى معناتها بالالحاد اللي ما عندوش حتى معنى، فهمت؟ يعني عايش نجم نقوله بين قوسين، ما غير اهداف ما غير هوايه ما غير حتى شيء، يتبع كيما الناس الكل، كيما المسلم يتبع في كيما قلت انت، يعني المسلم يتبع في المسلمين ويصلي ويصوم، الاخر يتبع في الموضه، هاو قالوا كذا يعمل كذا وقالوا كذا يعمل كذا، يعني حتى هو زاد عبد وأسير للتقاليد والثقافة اللي هو موجود فيها واللي هي مفروضة عليه من طرف والديه ولا المجتمع. أكيد، والأكثر من ذلك اللي لهنا حتى أنه مثلا ما نعرفش، أنا كيما المرة اللي فاتت راس الغول أنا سمعت الفيديو يتكلم وقال قلها راهي في بريطانيا ونورمال مو تتكلم وتدافع على روحها وكل شيء، انا نحب نقول له راني انا صحيح في بريطانيا
كنت النجم نتكلم وكنت النجم نشكي به من أول نهار، وراني خرجت وحدي وعايشة، لكن ما فماش الجو اللي أنا لقيته لهنا، اللي إنسان هو بيده ضحية. فأنا نحب نقول أحنا دورنا كعباد فقنا إن نصلحه، مش إن معناها نجبد رواحنا من العباد ونخليوهم معناها شوكي مرة أخرى باش من عرشنا. أنا جيتي كونتر إني نختار الطريقة إني فوالا سي لا ليبرتي، ولازمني أنا نعيش ولازمني نلبس ولازمني نمشي لبوا دنوي ولازمني. لا لا، ما كانش المفهوم ذاك، كانت هيومانيتي وكانت برشا دي فالور معناها إيمان اللي هما خلاوني أنا نقف معاها فريمون. بالفعل بالفعل، انا وقت حكيت معاك قبل عامين وقلت لك معناتها فما منظمات وفما جمعيات نجم تمشي تحكي لهم وكل شيء. انت وقت قلت لي، نتذكر انا وقت قلت لي معناتها قلت لي يعني انا ما نحبش نتشمد، فهمت؟ عندي كل القوانين اللازمه باش نهزوا للحبس، فهمت؟ لكن انا وقت خرجت من الاسلام يعني حسيت روحي وليد معناتها انسانه، فهمت؟ يعني وقلت لي يعني ماذا بيا نحاول نلقى معاه حل بأي طريقة كانت، وما نفضلش معناتها نستخدم الأدوات اللي عندي. وهذيك مثلا فما ياسر مثلا أشخاص نعرفهم حتى أنا معناتها شخصيا، يعني غير معناتها تخرج من الإسلام تمشي تشكي به، ولا مثلا تستفزه باش يضربها، ولا تعمل له أي حاجة، وتولي معناتها أمور غير أخلاقية وغير إنسانية. لازمهم الناس يفهموا اللي الخروج من الإسلام ليس أنك تصبح غير أخلاقي، الخروج من الإسلام ليس أنك تنتقم الذي حولك. يعني قد يكون هذاك الشخص، فهمت، اللي أنت تنتقم منه، سواء كان معناتها ما تعرفوش، ولا كان معناتها يقرب لك، ولا كان معناتها زوجك ولا زوجتك، راه حتى هو ضحية. وهذا معروف في الإسلام، كما معناتها قال لي آخر مرة معناتها زاد نرجع لرأس الغول، قال لي معناتها معروف في الإسلام أن الضحية يصبح جلاد، يعني هو عنده عليه ضغوطات حتى هو يمارس تلك الضغوطات. نظن هذه معناتها المسألة معناتها واضحة، ونعطيك معناتها التعليق على هذه النقطة المهمة جدا. أنا كريم نحب نقول اللي خرج داعش من تونس هو النقمة الاجتماعية قبل كل شيء، وأنا ذيك علاش ما حبيتش إن كخروجي من الإسلام نستعمله كنقمة اجتماعية. علاش نقمة اجتماعية؟ تتفكر أنت اللي احنا كنا في تونس قبل متفتحين وعايشين حياتنا والكل، وكانت فما أيام من البرا وانا نسمع فيهم كما نبيل العوضي والكل قل هناك بلد صغير في تونس، هذا البلد يعيش معناه الانحلال الأخلاقي والابتعاد عن الدين وعلى كل شيء. وقتها كنت أنا نشوف في ردة فعل التوانسة يقول ولا غالب ما احنا من بن علي وما احنا من كل، وهذيك اللي مهد الطريق للأخوان إنهم يجيوا ويخدموا خدمتهم. فأنا ما حبيتش نكون نخدم نقمة اجتماعية، خدمت مخي وقلت فولا أنا خرجت بوغ لومانيتي، أنا خرجت بوغ دير نو معناها للحاجات الجرم، فهمت؟ وأي تحدي للجرم ما يكونش باستعمال الجرم بيدو. على فكرة أنا سمعت الفيديو متاعك اللي أنت تحكي فيها على الجريمة اللي وقعت في تونس واللي هي خايبة، واللي يقولوا العباد اقتلوه، واللي يقولوا نعرف شو عمل جريمة بيان سيغ باشي على الاخر. اما كما نقولك يعني قتلين وماهوش الحل، هو قتلين ونهاية الشخص ذيك في حد ذاته، اما الجرائم هذيك مش باش تنتهي، لازم قتلين الجرائم هذيك، وما يتم قتلين الجرائم هذيك كان ما يقع معناها تعليم الناس الاخلاق. شوف في اليابان جرائم صفر معناها فاصل صفر واحد في المية ولا اقل، علاش؟ خطر علموا الناس الأخلاق. توا احنا في تونس مازال عنا أمل صغير، الأمل اللي بالحق لازم يعلموا الصغار ويعلموهم التسامح ويتربيوا على طريقة أخرى، خاطر الأمل اللي برشا توانسة حاطينه في أوروبا في بالهم الأخلاق العظمى، نقول لهم راهو ليه هي الفلوس العظمى، وكتيح شركاتهم معناها يعملوا الحرب بختو ويستغلوا أفكارك الدينية ولا خزعبلاتك الاجتماعية باش فولا لغباس تبيع أسلحتها وغيرها تبيع سلاحه، وهم عارفين الإسلام اللي فيها ذاك الكل يملقغي هذه ساعات معناها باش يتباع سلاح يقوموا يدافعوا عليه، مشيتش سلاح وتنحات الأزمة يولي إرهاب.
فهمت يعني منا ومنا، واحنا اللي في الوسط اللي كنا ضحيه منا ومنا، يعني كنا ضحيه ان تولدنا في مجتمع اسلامي، وكنا ضحيه انه تفوق اوروبا علينا مالغري اللي احنا عنا تفوق شويه، غير الدين كان كسجن بالنسبه لينا. نحب نقول ليه راهو توا لقينا فرصه كي عرفنا انه نغير العالم بطريقه اخرى. وانت تتفكر معناها في قرينا احنا في ال 18 سيكل كيفاش عملوا الفلاسفه نتاع التنوير، راهو بستيل وحاربوا بالاخلاق، حاربوا وما فما حد شيء رجع الدنيا به كان معناها بتعلم الناس الاخلاق. عمره ما القتل قتلك اقتله، ضربك اضربه باش يصلح الطريقه وباش يصلح الدنيا. معناها هنا حبيت نقول لك حاجه، معناتها زوز نقط معناتها انت تطرقت ليهم في الحديث نتاعك اللي هو جدا مهم. النقطه الاولى هي ما تخص الشعوب نتاعنا، فهمت، تونس ولا شمال افريقيا ولا ما يسمى بالعالم الاسلامي. المشكل اللي عندنا الكبير، فهمت، من اهم المشاكل اللي عندنا هي الخوف من الكلام ومن التعبير. هذه مشكله اولى. اما المشكله الثانيه هي ما يسمى بالنفاق، فهمت، يعني يقول لك احنا تعرف انت هاجر في تونس، يعني يقول لك اعمل اللي تحب ولك ربي يستر، فهمت، يعني اون فان كونت هذوما النقطتين هما المهمين. توا اكثر الناس يقول لك انا ما نتكلمش على خاطر نخاف، شنو باش يقولوا عليا الناس، شنو باش يعملوا عليا الناس. يعني ترضى المراه ولا الراجل ولا حتى معناتها المواطن العادي انه يعيش في حياته كامله منافق غير باش، فهمت، يتفادى المواجهه. احنا ما عندناش شجاعه باش نواجهه. في الحقيقه المقابله نتاعك الاولى اللي عملناها الفيديو الاولى، رغم اللي كانت معناتها بطريقه عفويه، يعني كنا نحكيو بطريقه عاديه، يا اخي انا اقترحت عليك الموضوع، بل انت معناتها قلت لي علاش ما نتكلمش، قلت لك ايه علاش لا، فهمت، يعني المساله هذه هي الشجاعه الاقدام. هذه نقطه اولى معناتها انت ذكرتها ونظن معناتها نتفقوا فيها في هذه المساله. اما النقطه الثانيه، تفضل كان عندك رد. لا قلت هذا بيان سيغ، معناها هذيك النقطة الثانية. النقطة الثانية هي النظرة اللي عندنا الغرب اللي هو معناتها رب الأخلاق ورب الإنسانية ورب حقوق الإنسان. هذه أنا معناتها متفق معاك واللي أنت ذكرتها توا، أن راهو الغرب، عندما أقول الغرب لا أقصد المجتمع طبعا، المجتمع فما فيه وعليه في كل الشعوب، فهمت، وإنما أتكلم على السياسيات المتبعة في الغرب. السياسيات في المتبعة في الغرب لا تنظر إلا مصلحتها فقط، فهمت، والشجاع وما يسمى بالرأسمالية وغيرها من الأمور، فهمت، تخلي ما عندهم حتى أخلاق. أنا ديما مثلا يقولوا لي حقوق الإنسان، أنا أقول لهم ما هيش حقوق الإنسان، هذه حقوق الأوروبية، فهمت، يحبوا يفرضوها على العالم على أساس إنها حقوق الإنسان. يعني هما يفكروا كان في المصالح نتاعهم هما الخير اللي عايشين فيه نتيجة الاستعمارات اللي عملوها وإبادة شعوب كاملة عبر التاريخ. خلينا من التاريخ نغزروا في وقت الحاضر انهم يستغلوا اي بؤرة صراع او اي شيء باش هما يبيعوا السلاح نتاعهم وباش يخدموا، فهمت، معناتها الشركات نتاعهم على حساب شكون؟ على حساب الشعوب التي تقتل، شعوبنا او شعوب اخرى. الغرب لو كان اخلاقي، فهمت، كما يدعي، فهمت، ويتكلم بالاخلاق صحيح وبينه وبين نفسه متخلق، ولكن مع شعوب العالم غير متخلق. انظر الى افريقيا وسرقه الثروات، فهمت، احنا لازمنا نكونوا زاد واقعيين، فهمت، ونكونوا حقيقيين. احنا ما دام خرجنا من الاسلام مش يعني ان نرتمي في احضان الغرب. هذاك علاش معناتها المسألة مهمة جدا، ياسر أشخاص مع الأسف وأغلب اللي خرجوا من الإسلام أو المرتدين على الإسلام يرى في أوروبا ويرى في إسرائيل اللي هي الرمز الذي يمكن أن يتبع. لا يا سيدي لا، احنا عندنا شعوبنا، احنا ما خرجناش من الإسلام كرها في شعوبنا ولا كرها في المجتمع متاعنا، احنا حب في المجتمع متاعنا وحب في الشعوب متاعنا. يعني هذه معناتها نتفقوا عليها. يعني النقطة كريم نحب نوضح لهم اللي نيلسون مانديلا رغم اللي هو في ساوث افريكا وكل شيء في افريقيا وخلد اسمه باليومانيتي حتى لهنا، معناها فما مدارس باسمه، سبيطارات باسمه، بلايس باسمه، وهم يشاهدوا به اللي هو واجههم بالحقيقه هذه، معناها وكبناه بناه بلاده.
وبتحرر حرر بلاده، حررها من الأديان وحررها من كل شيء. جوستومون يعني اون فاند كوت احنا لازمنا ما يرتميش الإنسان الغرب فوالا كيما ننقدوا الاسلام وننقدوا مجتمعاتنا ما لازمناش يعني نتبع بطريقه عمياء فهمت السياسه المتبعه. وانا ديما ناكد ليس الشعوب، لا عندما اقول الغرب او اقول اوروبا ولا اقول، انا نتكلم على السياسات والشركات التي تعمل في هذا معناتها المجال فهمت، يعني مانيش نتكلم على المجتمع اللي هو مجتمع كما قلت لك فيه وعليه. اذا احنا النجم علاش لا تو كما قلت نوصل مندلا جاب مبادئ انسانيه فهمت اللي الغرب ما عملهاش في جنوب افريقيا، هو عملها لشعبه. احنا لازمنا نفكروا علاش ما نجيبوش افكار اكثر انسانيه فهمت، واكثر معناتها احترام للجنس البشري بصفه عامه من الغرب. وهذه معناتها مساله معناتها واضحه وبين، يعني ماناش مجبورين باش نتبعوه في كل شيء اللي هو يعمله. هو زاد يعيش ازمه اخلاقيه، معناتها عندما اقول اخلاقيه ليس بالمفهوم الديني وانما بالمفهوم الانساني في تعامله مع الشعوب الاخرى وفي داخل المجتمعات نتاعو فهمت. مثلا نظام الاسره في الغرب يعني نجم نقولوا لا وجود له فهمت، يعني دمر الاسره ودمر المجتمع وفرق كل شيء. انا نعتبر مثلا انها الرجل في اوروبا معناتها مضطهد فهمت نوعا ما، يعني على حسب القوانين اللي وضعها الغرب في مساله الاسره. حاجة أخرى احنا عنا في تونس حاجة باهية واحنا مستغليناهاش وما عرفناش كيفاش نوظفوها، احنا عنا التعليم المجاني راهو اللي هنا قامعة بالفلوس، لهنا تدفع 20 مليون بفلوس هما باش تقرا في الجامعة، معناها ولد سي وسي يقرا في الجامعة. انا قدمت اوراقي قالوا فلوس وما ادري شنو، قلت هيا باي باي بسلامة. اي يعني هما عندهم راهو سلبيات كثيره، لكن احنا ما ننظروش للسلبيات نتاعهم ونقعدوا نغزروا كان السلبيات نتاعنا ونتبعوا فيهم، يعني كيما نقولوا احنا تقليد اعمى فهمت. اللي يعملوه هما يعملوا، هما يسكروا احنا نسكروا، هما يعملوا كذا احنا نعملوا كذا. يعني احنا تبعناهم في الثقه الخايبه في الموزه هاي في اللبسه هاي في درشنيه. انا هاني انسانه نلبس عادي وبافكاري نقفلهم ونقولهم انا تونسيه وفخوره اللي انا تونسيه ونخدم على روحي وواقفة على سقية، وقلت لهم مانيش طالبة الإعانة من حتى حد، أنا قلت لهم بأفكاري نعاونكم مش انتوما. يعني هو في الحقيقة راهو الإنسان كل واحد يكمل الآخر، يعني لازمنا نتعاملوا مع البشرية على أساس أن كل شعوب يمكن تعاون الشعوب الأخرى في مجال تخصصها، كما احنا كأفراد يمكن نعاون الفرد الآخر في مجال التخصص معناتها نتاعنا. هذه نقطة باهي. احنا تو ما تكلمنا على هذه المساله ما تحبين نقولوها اللي هي مساله الغرب راهو ماهوش قمه الاخلاق وقمه الانسانيه كما يتصورها كثير من خرجوا من الاسلام. خلينا نرجع، حبيت نتطرق لبعض النقاط يعني يمكن تكون شخصيه وانت معناتها تنجم تتكلم فيها بطريقه معناتها اللي تشوفها انت مناسبه فيما يخص علاقتك يعني بعد الحديث في الفيديو الأخير وبعد ما تفهم معناتها زوجك للمعاناة اللي أنت تعاني فيها، يعني كيفاش هو معناتها قال لك وعبر لك اللي هو بيدو يعني ضحية، يعني كيفاش تنوي معناتها في المستقبل يعني تكون العلاقة بينك وبينه؟ يعني هل انكسر حاجز الخوف وهل فتح مجال للحوار معاه؟ يعني ما وصلتش معاه النتيجة، خلينا نناقشه، خلينا نفكره، خلينا نلقاو حل. يا كان يساعدني ويساعدك علاش لا؟ هو خرج وعلى فكرة جاب لي هدية معناها معاه من فوق وقال اللي هو مستعد، قال لي مش أنت مش أنا باش نعاونك، قال أنت عاوني، يعني أنا مطلوب مني باش نعاونه، قال جوست ما تبعدش وإحنا نعيش وحياتنا. قال تومبي في اللي يفكر بطريقه اسلاميه، تومبي في اللي يفكر بطريقه مسيحيه، تومبي في اللي عاملين الحرب، يعني انت حاول باش تزرع الحب بطريقتك وانا بطريقتي، معناها قال نسامحوا بعضنا. يعني هو كانت فكرته باهيه، قال نتعلموا نسامحوا بعضنا. اذا معناتها اون فاند كونت هل هو معناتها قال لك الكلام هذايا عن حب ولا عن اقتناع؟ خاطر راهو الانسان كي يبدا يحب ينجم يعمل تضحيات، هو معناتها ما فما حتى عيب ان الانسان يعمل تضحيات معناتها
كيكون يحب إنسان آخر. ولكن اللي حبيت معناتها أنت كإحساس كإنسان شعنينا أنت مرأة ولا راجل، هل تحس اللي الزوج متاعك معناتها صادق فيما يقول؟ نحسه صادق وهكاكا، خاطر هو يتفرج برشا في افلام المده الاخرانيه كيما البارح، ويتفرج في فيلم كان تعرفوش انت الفيلم الافغانستاني ذاك اسامه اللي يحكي على الطفل اللي معناها الطفله هي كي جاوا القاعده وطالبان، هو فيلم امريكي جاوا وطالبان لأفغانستان فك العوام ذيك 1979 وقت اللي وقعت الثورة معناها، كيفاش معناها طفلة وعايشة مع أمها اضطرت باش تقص شعرها باش تخرج تخدم على أمها باش تقولهم اللي هي راجل، فهمت؟ عرفت هو هو قعد في باله قعد يقول لي تصور بربي كيف يمنعوها المرأة من الخدمة وهي مثلا تعيش كان مع أمها، والمرأة عورة والأم عورة، شكون باش يخدم عليهم وشكون باش يجيب لهم الفلوس؟ يعني تحس اللي هو بدا يخدم في مخه. ايه خاطر هما ماخذين الحقيقه الحقوق لهنا بويسك بريطانيين وكل شيء، ما تطرقش لفكره يعني هما متدينين على قناعه كانوا معناها اختيار شخصي، فهمت؟ عائلته عن قناعه وعن تقليد، يعني تقليد يعني مش فرض عليهم حد، يعني عائلته اخواته كي لابسين النقاب يعني ما نحسوش فرض عليهم حد، يعني مثلا دولة كما إيران ولا كما في أفغانستان ولا لهنا معناها هما اختاروا وحسوه معناها بالتربية الإسلامية اللي تربيوا عليها يحسوا فلا هم ماشيين للجنة، يعني هما يعني بالطريقة ذيك ماشيين للجنة. يعني هما يتبعوا هما، ما تنساش اللي زاد في الغرب بصفة عامة الإسلام يتحول إلى نوعا ما إلى هوية أكثر منه إلى دين، يعني لكي يعني يفرق معناتها الناس، يعني باش ما يندمجش في المجتمع الاوروبي، وهذه السياسه يعني السياسه معناتها في 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 اوروبا بصفه عامه، انها اكثر اللي من اصول اسلاميه يعني يرتميوا في احضان الاسلام او في اللباس الاسلامي غير باش يثبتوا وجودهم اللي هما راهم ماهمش غربيين. اي وعلى خاطر ديما الغرب يسالوهم كمان معناها انت منين تقعد، تقعدش تعملش انت مسكين دفعتش فيزا واوراق ودنيا وصبرت 10 سنين ووليت مثلا الماني ولا بريطاني ولا غيره، ديما يقعدك السؤال انت منين واحنا وانتوما، فهذاك يخليه هو في بحث على الهوية متاعه. يعني هذه نقطة ياسر مهمة جدا اللي طرقت عليها هنا هاجر، ان الغرب مهما تعمل تبقى ديما اجنبي. ردود الفعل متاع الجالية ما يسمى بين قوسين الإسلامية، كي أنا ديما أجنبي يا سيدي، ما لخليني نكون أجنبي بأتم معنى الكلمة، على خاطر أنا مهما عملت نبقى ديما أجنبي في نظرك. بالطبيعة يبقى ديما أجنبي، يبقى ديما هذيك. علاش هما فما عباد مثلا انجليز انا نعرفهم، فما حوم فيها صومال ولا حوم فيها باكستان ولا حوم فيها مغاربه ولا ما نعرفش انا حتى توانسه، ويقول لك انا ما نسكنش فيها، مثلا بنيه قالت لي انا باش نلوش في بلاصه اخرى خاطر هذيك بكلها عرب ويمن، البلاصه هذيك ما نكريش فيها عرب ويمن. يعني الخطأ زاد مش من الجالية برك، وإنما من المجتمع الأوروبي بيدو إنه هو يرفض الاندماج. أي الخطأ هو خطأ انفتاح وتعليم، خاطر العباد اللي قالوا هكاك هما بيديهم عباد مش متعلمين، هذا ما يمنعش اللي فما عباد في بريطانيا عندهم أفكار ويعرفوا ومهمش راسيست معناها، هما الطبقة المثقفة. يعني هذه هي الحرية، إنك تلقى كل الأنواع، فهمت؟ تلقى كل الانواع وكل واحد يكون على حقيقته، فهمت؟ يعني انا الحريه اللي باش تعطيها لي بريطانيا شنو هي؟ باش يقولوا لي مثلا انت ما عجبتكش العيشه مع راجلك ابعدوا، يعطيوك دار وتخدم ويعطيوك شهريه بطال. مانيش هذاك مش الديفينيسيون تاع المراه التونسيه عندي. يعني انت معناتها رغم عند خروجك من الاسلام كيما نقولوا احنا، انا ديما نقولها زاد مره قلتها عندي ديما نقولها، ان احنا لازمنا نستغلوا اللحمه الاجتماعيه اللي عندنا، اللحمه الاجتماعيه غير موجوده في الغرب، فهمت؟ اللحمه الاجتماعيه معناتها والتعاون الاجتماعي غير موجود في الغرب،
وكثير من اللي غادروا الإسلام يفقدوا هذه اللحمة الاجتماعية. أنت ماكش مستعدة أن تفقد اللحمة الاجتماعية اللي تربيت عليها واللي هي تنجم تكون ما عندها حتى علاقة بالإسلام، تكون معناتها حاجة معناتها كما نقولوا إيجابية. والإسلام ما نجموش نقولوا لكل ما تربينا عليه غالط 100%، فهمت؟ ومش كل اللي في الغرب باهي 100%، يعني لازم الإنسان يفكر شنو الباهي عنا، فهمت؟ وشنو الخايب، الخايب نتخلاو عليه والباهي نخليوه، وشنو الباهي في الغرب ناخذوه وشنو الخايب في الغرب ما نتبعوهش. هو المشكلة في تونس توا لازم يصلحوا التعليم، وكهو الصغار بعدوهم على صحيح علموهم تعليم ديني مانيش كونتر، أما عرفوهم الحقيقة متاع الدين، مش علموهم كل شيء، علموهم يفكروا، علموهم يفكروا، علموهم يفكروا، قل لهم راهو هكا وهكا. مثلا في عوض مثلا درسهم الإسلام، درسهم الأديان كلها، فهمت؟ يعني تكون الحصة الدينية تتطرق لكل الأديان باش الإنسان يكون عنده حرية باش يختار. درسوا جميع الإيديولوجيات الموجودة وقولوا راهو هاو موجود هكا راهو أي. احنا عندنا درس ما يخص ما يسمى المعتقد، راهو فما ملحدين. انا يعجبني نظام موجود في عمان، فهمت؟ انهم درس التربية الدينية شنو يدرسوهم؟ يدرسوهم كل المذاهب الإسلامية. تلقاها في الجامعة في عمان اللي يصلي شيعي واللي يصلي سني واللي يصلي على حسب مذهب فلان أو مذهب فلان، ما يهمهمش فيه، حتى واحد ما يتدخل في الآخر، فهمت؟ ما زالوا يدرسوهم كان الإسلام. احنا في تونس عنا يهود وعنا مسيحيين وعنا طبقات مستهدة، هما لهنا الفرق الوحيد في أوروبا هذوك بيلقاو حقوقهم، اللي عنده كنيسة على روحه واللي عنده تمبل على روحه واللي عنده وراهو مهمش الأديان الأخرى. الحقيقة الإسلام توا انتشر قتل، وقتل صحيح موجود في القرآن صحيح، هذاك الكل صحيح، لكن هذا ما ينفيش بالكل اللي أنت. أنا جربت نعرف واحدة هندوسية لهنا قالت لي راهو التمبل متاعنا هذية محلول للعبيد الكل. قلت لها انا قولي لا فيغيتي، اسكو محلول على خاطر انتم تحبوني ندخل الهندوسية، ولا تحبوا العباد اللي تجي تدخل الهندوسية، ولا محلول هكاك باش العباد تجي تاكل وتمشي وانتم ما تحبوش تقنعوهم بالدين؟ قالت لي لا عاد ما هو يقتنعوا بالهندوسية اللي هي التسامح ومعناها البون كونفيرتير معناها للهندوسية كان ما في بالكش. يعني كيما يقول ما فماش قطوس يصطاد الربي. كله كان مسيحي شاف مسلم داخل الكنيسة لهنا تشوفه فرحان وزاهي ويقول لك ديني هو الكل، هكا المسلم جاي باش يدخل المسيحية. كان هندوسي ومسلم ماشي ولا غيره ماشي للتمبل باش يقول لك والله شيخة عندي هذا داخل الديني، كل واحد ديني 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 ديني، سايبوا الدين وخمسة ليك معايا دين في الكأر. نقعد نغزر بعد نهبط راسي ونقول فريمون خليني أنا معناها متسامحة معاهم وكل هاني لا دينية أموري واضحة. يا واحد على الأقل يعمل دين متاعه وحده وكا ومرتاح كما نقول أنا، حتى حد ما رب حد، كل واحد رب نفسه. إيه معناها ما همش خير معناها من المسلمين راه. لا لا فما جوانب ما همش خير سي لا ميم شوز، يعني تو مثلا بعض المسيحيين تلقاهم يهاجموا في الإسلام، فهمت؟ ليس معناتها لأن يحب في المجتمع الإسلامي مثلا ولا حاجة، مثلا تلقى مثلا بعض الأشخاص مثلا يقول لك الإسلام في في في، وإذا تجي تكلموا عن المسيحية يسكت، فهمت؟ يوري لك كان الجانب المشرق من المسيحية ويوريك كان الجانب المظلم من الإسلام. علاش؟ مش الهدف نتاعو باش يوعيك، وهذه معناتها حكينا فيها ياسر مرات في معناتها في النقاشات، إنها الهدف نتاعهم ليس مصلحة المجتمعات متاعنا. احنا المشكل متاعنا إن فما ياسر يخدموا جهات أجنبية، فهمت؟ ما هوش يخدم معناتها هدف متاعه هو الحرية الفكرية، الهدف متاعه هو مصلحة شعوبنا. هذه هي المشكلة، تلقاه يا أما يدعو للمسيحية يا أما يدعو لإسرائيل يا أما يدعو ما نعرفش لشنو للغرب، يعني ديما العمالة موجودة فينا، فهمت؟ مع الأسف يعني ما فماش وطنية، وطنية للأرض، وطنية للشعب متاعنا، لمصلحة الشعب متاعنا. انا نحب نقول لهم عيش حياتك، فكر عادي، فكر في الانسانيه، ايش يهمك في ربي موجود ولا مش موجود؟ ايش يهمك فيه؟ موجود مش موجود اموره يا اخويا يسلكها هو وحده. ولا كل واحد يتلهف روحه يعني.
قدامنا بلاد لازمنا نقفولها، قدامنا دي جينيراسيون جايين لازمنا نقفولهم. صحيح انا معناها الطبيعه التو اللي جبت صغار وكل شيء وبتات خنجور، انا مشكلتي الوحيده انه الصغار اللي جايين ما يكونوش ضحيه كيفنا، مش عارفين معناها حياتهم، مش عارفين حتى شيء، كل واحد فيهم يمشي. صدقني الذل اللي تراه معناها لهنا في الغرب، انا مش نحكي لروحي، انا خاطر جيت مع راجلي وكل شيء، فما معناها لاجئين انا قابلتهم، خاطر فما مره طلبوا شكون يترجم بالعربيه، وعلى كل اللي ماشيين للحقوق الانسان اللي طالبين الفيزا اللي هم من لاجئين، فهمت، يعلموا فيهم في حاجات هي كيفاش يصنعوا الحديد وكيفاش يعملوا الذهب وكيفاش كل واحد وكيفاه، فهمت، تقول خياطه وكل واحده فيهم مسكينه سالتني قالت لي بربي بربي فسر لها اللي المحامي هذه والمعلمين وكلهم شنو الهدف من تعليمنا احنا، شنو الهدف، علاش احنا، قالت لي انا جيت وخليت زوج صغار وراجل في بلادي كل واحد ومشكلته، معناه قالت لي احنا ما نعرفوش شنو الهدف لهنا، علاش معناه، وهي هاي قالوا باش تقعد 10 سنين فيزا ودرا شنو الهدف، هو ما كان الهدف هذايا نتاعهم العباد اللي لهين بالحكايه هذيا اللي متوعين معناه انهم فقط يربحوا شويه فلوس من الدوله، كهما جمعيه حلت تعاون في لاجئين، هما الحقيقه ماهمش يعاونوا معناه بيان سور هما يخدموا ناس، فهمت، مثلا اللي يخدموا في مجال اللاجئين هذيك زاد ناس تخدم عندهم مصالح، فهمت، يعني المصلحه اي تفضل، هي حلينا البيبان للاجئين توا للمحامين ولاو بخدمهم، واللي كانوا ما عندهمش خدم كل واحد يعمل اورجانيزاسيون بشويه بشويه يحطها والدوله تعترف له بها ويخلص على روحه، وهما مسكنات عباد اللي ما شافتش ولادها واللي تبكي واللي ضايعه واللي مش فاهمه معناها راسها من ساقيها. بالفعل قولهم بربي شدوا بلدانكم وواجهوا وصلحوا، وانا يجي نهار ونوري وجهي، معناها تونس راهي ما تخوفش، اللي يحب يقتلني مرحبا واللي يحب عاش خايفة منهم، مش قولهم فوالا الفو باغلي ولازمكم تتكلموا لازمكم تقولوا راهو لا يا ولادي، انا قلت لهم توا في تونس مثال شقعدوا مسلمين، اما كيما كنتوا قبل في عهد الزين نورمال هكا مشى الزين بطلت السرقة، اقعدوا على الاقل كيما هكاك معناها عارفين اللي هو التسامح ودرا شنيا، اما علموا ولادكم كيما كنتوا قبل علموهم هاو ماتها وتاريخها وقريوهم بالكدا، وهذاك المطلوب منكم، مش تهزوهم المدارس القرانيه وكيما مثلا اخيرا معناتها نسمع بعد الجريمه معناتها البشعه اللي وقعت انها معناتها اذاعه الزيتونه قال لك السبب انه على خاطر بعدنا على الدين، فهمت، واللي الشخص اللي عمل هذاك الشيء على خاطر هو ملحد وتبع الشيطان، فهمت؟ لا لازم التوانسة كل قوم وعيط واندب، قول كيما وقفتوا للزين ومشى والحمد لله، الحمد لله معناه بمعنى اللغة نتاعنا احنا، فما عندناش مشكلة مع المصطلحات، يعني المصطلحات الحمد لله. اقفوا للغنوشي راهو جرثومة. كريم نحب نقول على حاجة أنا قبل ما نكملوا خاطر قريب باش نمشي نخدم. باهي اوكي. المرة اللي فاتت نسمع أنا وراجلي في برنامج راجل أمريكي يمشي للدول الكل ويقارن العيشة بين الدول في الماكلة في المدارس في التعليم في كل شيء بين الأمريك وبين الدول هذيكا، مشى لأستراليا مشى لكندا مشى لفرنسا وقال شوفوا راهو في فرنسا هاو كيفاش يوكلوا في الأولاد في ماكلة صحية ويشربوا في الماء، احنا كوكا كولا واحنا درشنية ومانيش لهين بالصغار معناها، وكل مرة يمشي يرجع للأمريك ويغرس في العالم متاع الدولة ذيك في الأمريك، فهمت، قال انا توا اخر حاجة باش نمشي لها دولة صغيرة في شمال افريقيا دولة مش معروفة، انا توا باش نمشي لتونس. وتونس قال شوفوا معناها انبهر قال انا في بالي دولة اسلامية باش يلقى النساء كيما اليمن ولا غيره ولا غيره، قال نلقى اغزروا كيفاش عباد خارج البرا وتتكلم ويقول لهم يا لاميريك راهي تونس التعليم فيها مجاني، يا لاميريك راهي اغزر تونس كيفاش فيها نساء تمشي وتتكلم، وقال لهم ليه والاغرب من ذلك 70% من التوانسة اللي يخدموا نساء. مانيش عارفين قيمتنا فهمت، احنا مانيش عارفين قيمتنا بالكل، وتوا اللي بدل الشيء ذي هو الغنوشي. اي وما حكيتش على النقطه
مشى وبعد الثورة قابل الغنوشي، قابل الغنوشي الرجل هذا، الغنوشي شي يحكي له شي يقول له، قال له أنا لا يحكي بالعربية الفصحى معني، قال له أنا لا أتصور أنني سأدخل البيوت لأغير الناس، فالحجاب كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن ليس فرض وإنما هو مجرد اختيار شخصي. شوف إذا باع دينه وباع معناها المبدأ متاعه من أجل السياسة. أي ظهر الغنوشي يعني منافق في الدرجة الأولى. ما نحلوش احنا البيبان العباد جاية تقول في الدين وجاية المصالحها الشخصية وللمليارات وللفلوس وكل شيء. اي شفت المؤتمر متاعهم اللي عملوه خسروا قدش من المليار كان عطوهم للفقراء والمساكين خير لهم. فهمت؟ يعني احنا تونس راهو الغنوشي اخطر من الاسلام. اخطر من الاسلام شيء طبيعي، اخطر من الاسلام. اخطر من الاسلام لان لان لانه يخلينا في مرحلة لا نتحرر ولا فهمت يعني من بين البنين كما نقولوا. فهمت يعني يولي يعني هو بالنسبه لي انا الغنوشي وحزب النهضه هو رمز النفاق. شفت وانت مثلا تكلمت وعبرت وكل شيء، الغنوشي يخلي الناس عايشين في رعب. فهمت يعني لا يتكلموا لا يحلوا المشاكل نتاعهم. كان جاي ما عندناش الغنوشي في تونس، تصور انت يا هاجر لو مثلا وقعت الثوره وما فماش الغنوشي شنو وقع في تونس؟ يعني رانا احنا توا طلعنا للسماء. يعني هو عبارة عن فرانات نحو التطور ونحو الحضارة ونحو الإنسانية. هي الثورة من الأول كانت سبونتاني والآخر ينقز من غادي ويجبد الدين، خاطر كانوا العباد متعطشين. شبيك كان سلب للحرية إنك هما تلبسش حجاب، واللي لابسة حجاب ما تدخلش تخدم. معناها كان بالنسبة ليهم هما ما في بالهمش اللي الزين هو غالط بيان سور، أما كان يحارب في الإرهاب. معناها هما جاوا الاخرين بطريقه اللي عباد ما تعطشين لها، انتوما ما تعطشين للدينها واحنا جايين نتكلموا باسم الدين. ولكن هو بيدو معناتها الغنوشي والنهضه صدم ان المجتمع التونسي لقاه واعي، يعني وقف له الشعب التونسي وقف للغنوشي رغم كل شيء. صحيح اللي النهضه عندها كيما نقولوا احنا قاعده شعبيه مأثره عليها وتتحكم فيها، واللي هما بيدهم راهم ينافقوا الغنوشي كما هو ينافق. انا نعرف ياسر من جماعه اللي ما كانوش من النهضه ولاو من النهضه نفاقا لكي يحصلوا على بعض المناصب او يحصلوا على بعض النقود. فهمت يعني يعني بالنسبه لي انا الغنوشي او النهضه تمثل النفاق اللي احنا نحاربوا فيه. فهمت الغنوشي الحقيقه هو انا ديما نقول الخطر الوحيد على تونس وعلى المجتمع وعلى العالم وعلى اللي يصير في سوريا وفي العالم الكل هو في شخص الغنوشي والاخوان الكل، اما سيختو الغنوشي. الباقي كلهم تلامذته من مرسي لاردوغان الغير وكلهم تلامذته، السوسه الكبيره الغنوشي. وكان عنده مصلحه راي فلوس بالنسبه لي هو مهموش فلوس. كان ترى داره لهنا في لندن انا مشيت بحذاها شيء كبير الدوخ. انا حتى انجليز نحكي معاهم نقول لهم راه فما اسلاميست كان يعيش لهنا وجاي لاجئ معناها من الحبس، خرجناه من الحبس يعني بعثناه من الحبس ومن الاعدام، كيفاه عمل الدار هذيك وكيفاش وكيفاش وكيفاش؟ يقول والله ما نعرفوا احنا ما بغيناه ما نعرفوش. يا اخي انت سيغ من المعلومه؟ نقول لهم سيغ انا هذيك دار الغنوشي. وبرشا توانسة لهنا نحب نقول لك فما عباد حالين مشاكلهم ولقاو خدم وكل شيء في لندن باسم الغنوشي. إذاعات شبيك تخدم وغيرها 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 شيء كبير، وفما حاجات ما في بالهمش بيها العباد. اي ترافيك الحركة الإسلامية في أوروبا زادة هي كلها وجوامع وكل هي مسألة فلوس. وانتي ما تحكيت لي قبل كيفاش معناتها في المدينة اللي انت فيها كل شيء يعني يستعمل في الدين من أجل الفلوس. أي هاو هذيك المساجد بهاش مشكلة، أو بيقالك باش يدفنوا فيها العباد، وديما نقول رجوع للهوية واللي قنوات التلفزية اللي في لندن كلها فلوس، دخل فلوس. اي انا عرفت برشا عباد صرحوا لي هما شخصيا اللي يخدموا مع النهضه واللي هما النهضه، وقالوا لي شبيك غلطي هاجر في الغنوشي راهو باهي. فهمت؟ وعندهم مشاريع جمله لهنا ويخدموا في قنوات تلفزيه وامورهم واضحه ومستقبل مضمون، والعباد تسوق في الليموزين وفي البورش وشيء كبير. معناها هذه الفكره اللي حبيت نقولها لك، اللي انت
توا عايش في استديو متاعك وتكون في روحك خطوة بخطوة، واللي تعمل في حياتك وحدك، واللي أنا عايشة وحدي ونعمل في حياتي، راهو ليه راهو فما عباد أخرى قاعدة تخدم باسم الدين. فإنه فهمان الدين وحده مش باش يكفي، خاطر عباد باش تبدا شوكي وكي باش تخرج باش تتحرر، هاو تتلهلك بالشراب ولا باش تتلهلك بالنساء ولا باش تتلهلك، لا 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 يا خويا، فيقوا فيقوا. شيهمكم في الدين توا خليوه، حاربوا الإسلاميست فوالا، حاربوا حاربوا النفاق، حاربوا النفاق، حاربوا النفاق، وحاربوا معناتها اي حاجه تمنعكم من الحريه، وحاربوا الخوف. مش محمد الرسول راهو اكبر مجرم، يعني ما يبرقوش بالكل، لما هو 1400 سنه لتالي، احنا كشمال افريقيا ما سمعناش به اللي جاونا بالقتل والكل. فهو كشخص ما جاناش، جاونا الصحابه ولا غيرهم الكل. ايش يهمكم فيه توا وايش يهمكم في القران؟ اللي يهمنا اللي موجود، الموجود شكون؟ النهضه. فوالا، اللي يهمنا التوابع نتاع هذا الشيء، ولازمنا نحاربوا ثلاثه اشياء يعني مهمه، هي النفاق، فهمت؟ ومعناتها أي حاجة تمنعنا من حرية التعبير هذه حاجة معناتها، والخوف، والخوف ما عادش نخافوا. يا ناس تكلموا، يا ناس عبروا، يا ناس واجهوا، يا ناس فسروا. راه فما ياسر أشخاص ما همش واعين، فما ياسر أشخاص ضحية، هما بيدهم ضحية. أنا بعض الأشخاص يقول لي أنا ما نحبش نحكي مع بابا وما نحبش، يا قلت له أنا ما قلتلكش كفر أبوك ولا أمك، قلهم يقبلوك كيما أنت، على الأقل يقبلوك إنسان كيما أنت، يعني بالفكر متاعك بالتفكير متاعك، هذا هو المهم. المهم ما نزيدش نطول عليك هاجر، شكرا معناتها على هذه المقابلة، ونتمنى لك كل السعادة، ونتمنى لك معناتها أنها الزوج متاعك يعني يتفهمك أكثر، وانت تتفهموا أكثر، وتحاولوا باش تلقاو حل، خاطر الحل ليس في الهروب وإنما في النقاش وطرح المواضيع ووضع الإصبع على الجرح. نظن معناتها فريمون يعني المقابلة متاعك الأولى والمقابلة متاعك هذه كانت معناتها مثل يضرب لكل إنسان يمشي يبكي على الأطلال ويقول أنا عندي مشاكل وأنا عندي مشاكل. يا سيدي عندك مشاكل عبر، الآن وسائل الإعلام تنجم تنشر على الفيسبوك، تنجم تنشر على اليوتيوب، تنجم تنشر على أي حاجة وتوضح الفكر متاعك بكل حرية، وما فما حتى عذر باش تقول راني نخاف ولا راني ما نجمش وراني كذا كذا. راهو سلوي كي نو ريسكو ريان نو غاريان، اللي ما يواجهش ما يحصل على حتى حقوق، الحقوق تؤخذ وليس بالسكوت هو الحل. شكرا. اخر كلمه هاجر، نقول ميرسي للعباد اللي معناها قالت حاجات باهية على الفيديو، ميرسي عليهم. الفيديو الاولاني نحب نقصد، ونقول زاد ميرسي لراس الغول خاطر تكلم وقعد مسكين يعطي في النصايح ويقول يا بنتي راهي بريطانيا، يا بنتي راهي بريطانيا. نحب نقول له ميرسي، وميرسي ليك انت سيختو خاطر عطيتني الفرصه دي باش انا نتكلم، وموا انا ارتحت نفسانيا، وموا نحب نقول ان شاء الله، ان شاء الله بالمعنى هذاك، ان شاء الله ديما معناها كلمه تونسيه، المعلومه وصلت. اوكي، الرساله وصلت، لو كل واحد ينجم يكون عنده ميساج بطريقته، وانا ان شاء الله الميساج هذايا نتاعي وصل للعباد، وصل للعباد، والعباد الكل معناتها تعاطفت معاه، والفيديو هذه اللي عملناه زاد وضح الامور اكثر. شكرا هاجر، ونتمنى لك نهار سعيد، واحنا هنا باتصال. اوكي، وسلم على الزوج نتاعك، فهمت؟ ورانا معناتها ما عندنا حتى، مع الهدف نتاعنا ليس معناتها تدمير الاسر، بالعكس احنا الهدف نتاعنا هو توحيد الاسر، فهمت؟ تحت مبدا انساني، فهمت؟ هذا هو الهدف نتاعنا. يا عايشك، بون جورني. اوكي، يلا بالسلامه.